السلام عليكم، ازيكم يا دكتوره؟ عاملين ايه النهارده؟ هشرح محاضره الليدرشيب والمانجمنت. تمام. انا زميلتكم مريم السيد، فرقه رابعه، وان شاء الله يعني هشرح معاكم المحاضره ديت، ولو حد احتاج حاجه ممكن يبعت لي، ولو ما فهمش حاجه يعني ممكن اشرحها له في ريكورد او كده. تمام. اول حاجه الليدرشيب والمانجمنت. المانجمنت ديت معناها ايه؟ معناها الاداره. يعني ايه اداره؟ يعني هي عندي القدره ان انا انظم الموارد وان انا انسق المهام عشان خاطر اوصل لهدف معين في وقت معين. تمام. تمام. يعني ايه برضو؟ is the ability to organize the resource، ان انا اقدر انظم الموارد اللي عندي، coordinate the task، ان انا اوزع المهام بطريقة كويسة وان انا انسقها عشان خاطر اوصل لي هدف معين انا عايزة في وقت معين، و cost effective manner، يعني ايه؟ بطريقة فعالة يعني كده. تمام. طيب المانجر دوت يعني ايه؟ يعني مدير. يعني ايه؟ is a person who in charge of running business. يعني ايه؟ يعني هو المدير المسؤول عن ان هو يدير حاجة معينة، زي مثلا ايه؟ زي محل او منظمه او شركه او الحاجات دي كلها. تمام. دوت كده التعريف بتاع المانجمنت والمانجر، عشان خاطر يعني نفهمه برضو بطريقه تانية. يعني ايه؟ يعني مثلا مدير شركه او الاداره ديت لازم يكونوا عن يعني عشان خاطر الشركه ديت تكبر، لازم يكونوا يعملوا حاجتين. الحاجتين دولت ان هم ايه؟ ان هم يستغلوا وينظموا الموارد اللي عندهم. يعني ايه؟ يعني الحاجات اللي عندهم يعني يخلوها زي الفلوس مثلا، مش مثلا اي حاجه مش محتاجاها اروح اشتريها، لا انا يعني لو عايز اشتري حاجه، لا ده انا هدور على مصدر موثوق منه، وكمان بيبيع بسعر قليل عشان خاطر اقدر اوفر مثلا الفلوس اللي هتبقى ديت لحاجه تانية. فانا كده نظمت الموارد اللي عندي بشكل صحيح وبشكل انا اقدر استفاد منه. تمام. تاني حاجه كوردينيت التاسك، ان انا لازم اكون عارف كل واحد في الشركة دي متميز في ايه او بارع في ايه. تمام. بحيث ان انا لما اجي اعمل حاجة ادي كل واحد التخصص اللي هو بيحبه عشان خاطر الشغل بتاعي يطلع بصورة كويسة وبصورة بيرفكت. تمام. دولت كده الحاجتين، يعني لو الحاجتين دولت هما اللي انا بحتاجهم فين في المانجمنت. تمام. دولت بعملهم ليه اصلا؟ عشان خاطر اوصل لهدف معين انا عايزاه. تمام. طيب نيجي بقى للليدرشيب. يعني ايه ليدرشيب؟ ليدرشيب ديت يعني القيادة. يعني ايه؟ يعني القيادة. طيب يعني ايه القيادة؟ القيادة ديت هي عبارة عن عملية فيها فرد بيأثر على مجموعة من الأفراد عشان خاطر يعملوا أو يوصلوا لهدف معين. يبقى هي ايه؟ هي عملية فيها فرد واحد بيأثر على مجموعة من الأفراد علشان خاطر يحققوا هدف معين. نقرأها، هي is a process whereby an individual فرد واحد influence a group of individuals، بيأثر على مجموعة من الأفراد to achieve a common goal، عشان خاطر يحققوا هدف معين مشترك ما بينهم. طيب ايه هي المين بوينت اللي لازم تكون عندي في الليدرشيب؟ قالك اول حاجة البروسيس، العملية اللي انا هعملها. تمام. او الحاجة اللي انا عايزاها، انفلونس، ان انا هأثر على ان انا يعني التأثير اللي انا هعمله. تالت حاجة الجروب، الناس اللي انا هأثر عليها. رابع حاجة الكومون جول، الحاجة اصلا يعني الهدف اللي انا عايزة اوصل له في الاخر. طيب ليها تعريف تاني؟ ليها تعريف تاني، is the ability to develop a vision that motivate other to move with a passion toward a common goal. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هي القدرة اللي من يعني انا عندي القدرة ان انا اغير وجه نظر الاخرين، ان هم يكونوا شغوفين او عندهم شغف تجاه حاجة معينة هم مثلا ما كانوا يعني عادي بالنسبة لهم عادي. زي ايه مثلا؟ واحد وزميل، واحد شغوف وطموح بيحب المذاكرة، والتاني لا، التاني بيذاكر بس بالنسبة له عادي، يعني انا بذاكر وخلاص لان انا لازم اذاكر. فاللي بيحب الطموح ده هيعمل ايه؟ هيفضل هيحاول ان هو يغير وجهة نظره عن المذاكرة، وان هو بس مش مجرد ان هو يذاكر ويجيب درجاته وخلاص، لا مثلا ممكن مثلا يأثر عليه ازاي؟ مثلا يقول له تخيل لو جبنا مثلا مجموع كويس اخر السنة وفرحة اهلنا وبتاع، ومثلا هنشتغل في مكان كويس، فاهمين؟ ان هو مثلا هيبدا يديله حاجات تحفزه، فبالتالي كده هو بيغير وجهه نظره. يعني بدل ما كان شايف ان هو بس مجرد ان هو يذاكر ويجيب درجات كويسه وخلاص علشان دوت المفروض اللي هو يعمله، لا ده بدا ان هو هيذاكر عشان خاطر عايز يعمل حاجات كذا، يعني فاهمين اللي هو ايه؟ فهموا على حاجات تانية يعني. ماشي. طيب ايه كمان؟ is a direct function of three element of interpersonal effectiveness. يعني الليدرشيب ديت وظيفة مباشرة لثلاث حاجات فعالة في شخصيتنا، اللي هم ايه الثلاث حاجات؟ الاويرنس ده اللي هو الوعي،
الوعي ان انا اكون واعي بالحاجه اللي بعملها، واعي ليها هتفيدني بايه قدام، هتضرني في ايه، تمام، بكون واعي بكل حاجه. تاني حاجه الابيليتي، القدره، هو انا عندي القدره ان انا اعمل الحاجه ديت ولا لا، الكومبتنت، الالتزام، لازم اكون ملتزم بالحاجه ديت واحترم مواعيدي والحاجات ديت هتفيدني ولا لا، تمام. دولك كده ايه، في تعريف تاني انا نسيته فوق، اللي هو ايه، از ابيليتي تو انفلونس اذر وذ اور وذاوت اثوريتي، يعني ايه، ان انا القابليه ان انا اثر في الاخرين سواء كان عندي سلطه عليهم او لا. يعني ايه، يعني مثلا زي ما هنقول نفس المثال، اللي هو انا واحد صاحبي مثلا، هو صاحبي دوت ليه سلطه عليا، يعني مثلا لو ما ذاكرتش او ما عملتش زي ما هو بيقول مثلا هيقطع عني المصروف، هيضربني كده، لا هو ملوش اي دخل عليا، هو مجرد بس ان هو بينصح، تمام. فان هو كونه ان هو ياثر عليا وهو ملوش سلطه عليا، فديت كده يعني ده معناه اللي هو الايه، الليدرشيب، تمام تمام. طيب الليدر دوت، الليدر دوت اللي هو القائد دوت، شخص هو انسباير، يعني بيلهمني، موتيفيت، بيخلي عندي شغف تجاه حاجه، اند ليد بيبل تو اكومبليش اورجانيزيشن جول، تمام. يعني ايه، يعني هو عباره عن شخص بيلهمك وبيخليك شغوف تجاه حاجه عشان خاطر تقوم يعني او تحقق هدف معين انت عايزه، تمام. ده كده بالنسبه لي الليدرشيب والليدر. طيب بيقول لك هو الليدر دوت اهميته ايه، يعني هو انا مثلا من غير الليدر دوت مش هقدر اعمل حاجه، ولا هو لازم يكون عندي ليدر والحاجات ديت؟ قال لك لا هو مش لازم، بس هديك مثال بسيط جدا. انا دلوقتي واحده بذاكر لوحدي، ما عنديش ليدر ولا اي حاجه ولا قياده ولا قائد ولا اي حاجه، مفيش حد، انا بس اللي بذاكر وانا بس الرقيب على نفسي، بذاكر بحصل 60%. طب ليه انا بحصل 60%؟ لان دوت هو انا كده، انا شايفه ان ده اخري كده، تمام. فانا لا، هو انا كده تمام. طب لو انا عندي بقى قائد او ان انا عندي ليدر او حد مثلا هيحفزني ان انا ازود وكده، مثلا الشخص دوت هيقعد يشجعني، لا انت هتقدر تجيب اعلى من كده، انت هتقدر بدل 60% 80% 90%، جرب، طب غير، تشينج، يساعدني ان انا اغير من نفسي ويساعدني من خطة المذاكرة او من طريقة المذاكرة انا بذاكر فيها. فبالتالي كده لما ساعدني انا وصلت من 60% ل 100%، فال 40% اللي ضافهم دولت هو اهمية الليدرشيب، تمام. فنقرا، بيقول لك الموست كيس بيبل ويل بيرفورم اباوت 60% اوف ويز نو ليدرشيب، يعني ايه، يعني هم يقدروا يعملوا الحاجه اللي هم بيعملوها ديت بتقريبا 60%، تمام، وما فيش اي ليدرشيب ولا اي حاجه، تمام. طيب اما الاديشنال ال40% الباقيين دولت ممكن كان بي ريلايزد، انا ممكن ادركهم او ان انا ممكن اخدهم لو انا عندي ايه، لو انا عندي افكتيف ليدرشيب متاح ليا او ان هو بيساعدني او كده، تمام. دوت كده بالنسبه لايه، اللي هي لما يجي يقول لك ايه هو الامبورتنت از ليدر، يعني ايه، يعني انا هقول له كده بالبلدي كده انا بقدر اجيب 60% لوحدي، تمام. اما لو انا عندي ليدر يحفزني ويساعدني على التغيير ومثلا كل يوم يتابعني، طب انت ذاكرت ايه النهارده، طب خد معاها كذا اسمعها بس وبكره ذاكرها وبكره يتابعني، يعني لا، ده انا هوصل من 60% ل 100%، تمام. طيب انا عايز افرق بين الليدر والمانجر، يعني هما ليه الاثنين مش شخص واحد، يعني هو انا ليه، يعني هو كتر اسماء وخلاص؟ لا هو مش كتر اسماء وخلاص، هو في فرق فعلا بين الليدر والمانجر. بصوا هناخدهم كده كرؤيه خارجيه، المانجر دوت انسان عادي تقليدي، يعني هو بس بيمشي بالحاجات اللي احنا متعودين عليه، هو مثلا شاف المدير اللي قبله كان بيعمل كذا، خلاص هو هيمشي على نفس خطواته، مش هيغير، مش هيعمل اي حاجه، هو هيمشي زي ما التاني كان ماشي، فهو كده شخص ايه، شخص عادي او اعتيادي. طب بالنسبه للليدر، لا ده الليدر بقى ايه، شخص مش عادي خالص، شخص بيحاول يعمل حاجات جديده او عادي ممكن ياخد الريسك او ان هو يجرب حاجه جديده او كده، تمام. فهو شخص مش اعتيادي، لا هو يعني بيحب التغيير، تمام، وبيبص للمستقبل. فده كده الفرق بين الليدر والمانجر. طيب نتكلم عن صفات الليدر، الليدر بلان فور فيوتشر، قلنا ان هو شخص طموح فبيخطط للمستقبل، هو ملوش دعوه بدلوقتي، هو دلوقتي تمام ماشي، بس انا عايز انا دلوقتي مثلا كويس، بس انا عايز اكون قدام احسن، تمام. فهو هو الليدر بيبص لكده، بيكون برو اكتف. يعني ايه برو اكتف؟ هقول لك ببساطة كده، برو اكتف يعني مثلا انا عارف ان في المستقبل ممكن يحصل مشكلة كذا، من كتر ما هو بيفكر في المستقبل وبيخطط له بصورة كويسة برضو بيحسب المشاكل اللي ممكن يتعرض لها. فمثلا انا فبيعمل ايه بقى، انا ممكن اتعرض للمشكلة دي، طب ما اشوف لها حل تاني، وبيبدأ يفكر في الحل التاني ليها ويحطه، تمام. فهو كده ايه، برو اكتف، يعني
نشط قبلها بفتره. يعني ايه نشط قبلها بفتره؟ يعني حاطط حل للمشكله قبل ما تحصل اصلا. فبالتالي لما المشكله دي تيجي تحصل هو خلاص انا عندي الحل، مش هقعد استنى فتره لحد ما اقعد افكر في حل المشكله دي. تمام. طيب بيلد شيرد فاليو. فاليو يعني ايه؟ يعني بيبني قيم واخلاق والحاجات ديت كلها، وبيحاول ان هو برضو يبثها في الشخص اللي بيتعامل معاه، ان هو يكون ايه؟ يكون ذو قيم واخلاق. موديفيت يعني ايه؟ موتيفيشن اللي هو الشغف، بيخليك انسان شغوف طموح اللي هو بتفكر اللي قدام شبهه يعني. تمام. كاريزماتيك يعني ايه؟ يعني هو شخص كاريزما. يعني ايه الشخص كاريزما؟ بنشوف شخص كده بيكون باين عليه ان هو محترم، بيكون تقيل كده وواثق في نفسه وبتاع، بنقول ايه ده شخص كاريزما. وتمام يعني ده كده المعنى بكاريزما يعني، وبرده هنقولها كاريزماتيك دي بالتفصيل تحت شويه. طيب ليد باي اكزامبل يعني ايه؟ يعني مثال يحتذى به. يعني ايه؟ يعني عارفين انتوا بيكون في شخصيات كويسة بقعد اقول مثلا انا عايز اكون شبه الشخصية دي. تمام. فهو دوت كده innovate يعني بيكون ايه؟ بيكون شخص مبتكر، بيفكر في افكار جديدة ما اتعملتش قبل كده. take risk، بياخد المخاطر عادي ما بيخافش منها. يعني مثلا لو في حاجة الحاجة دي المكسب بتاعها كبير جدا بس فيها مخاطرة. تمام. او ممكن مشاكل تحصل، او لو ما نجحتش ممكن يحصل حاجة وحشة. تمام. هو مش هيخاف مثلا او يقول لا فامشي زي ما انا ماشي في العادي بتاعي وخلاص، لا هو عادي هيدخل ويعمل الحاجة دي. واللي هو دوت معناه ايه؟ ان هو ايه؟ بيواجه المخاطر يعني زي ما بيقولوا. وان هو كمان تشينج ان هو ايه؟ بيحب التغيير وبيساعد يعني الناس اللي معاه ان هي تتغير وكده. تمام. دوت كده بالنسبه للصفات بتاعه الليدر. نيجي للمانجر بقى، المدير دوت قلنا هو عباره عن شخص عادي. الشخص العادي دوت هو ايه؟ بيكون بس مسؤول عن الاميديت ريسبونسبيلتيز. يعني ايه؟ هو بس يهمه ان المسؤوليات اللي عليه دلوقتي تخلص. تمام. ملوش دعوه باي حاجه تانية. طيب رياكتيف يعني ايه؟ يعني مش بيفكر مثلا في حل المشكله قبل ما تحصل، لا هو بيستنى المشكله اما تحصل وبعد كده يقعد يفكر في حلول ليها. تمام. دوت كده بنسميه رياكتيف، على عكس الليدر كان برو اكتيف. طيب فوكس اون ورك فورس مانجمنت يعني ايه؟ يعني هو همه الاول والاخير هو الشغل بتاعه ان هو يخلص. ان هو انستراكت، ان هو بس بيقول لك بيرشدك على الحاجات اللي انت تعملها، ان هو بس مجرد ان هو بيديرك مانج التيم والاكتيفيتي، ان هو بس بيدير التيم والنشاطات بتاعتهم والحاجات ديت، وبينظم اللي هو اورجانيز، وان هو يعني بيحاول ان الشركه او الحاجه اللي هو مديرها ديت تكون مستقره. تمام. ملوش في اي حاجه تانية، ديت اللي هو ايه؟ برينج ستابيليتي وبس. تمام. دوت كده بالنسبه لايه؟ الفرق بين الليدر والمانجر. طيب بيقول origin of leadership يعني ايه؟ يعني الليدرشيب ديت منشأها منين؟ يعني هو الشخص طلع لقى نفسه ليدر، لقى نفسه فيه كل الصفات ديت ولا ايه؟ فهو بيقول لك ار ليدر بورن اور ميد. يعني ايه بورن اور ميد؟ يعني هو اتولد كده ولا البيئه اللي حواليه هي اللي عملته كده؟ هي الاجابه هنا البوس. فيعني هو اتولد فيه الشخص فيه يعني مثلا شخصيته مثلا فيها ان هو شخص طموح، مع بقى البيئه اللي حواليه خليته ان هو يكون واثق من نفسه، خليته ان هو اخلاقه كويسه، الحاجات ديت كلها شاركت ان هو يكون ايه؟ يكون ليدر كويس. تمام. طيب بيقول بقى ان الاجابه ديت دليل ان الشخصيه والبيئه بتاثر على الانسان. ايفيدنس ذات بوث انهيرت البيرسوناليتي، ان هو الشخصيه بتاعته اللي هو مولود بيها اللي هو وارثها، والبيئه هم الاثنين العاملين يعني اللي بياثروا على ان هو يكون ليدر او لا. طيب هنتكلم بقى عن السكيلز والكواليتيز بتاعه الايه؟ بتاعه الليدرشيب. اول حاجه عايزين نعرف ان الليدر دوت صفات، هي برضو قريبه من الحاجات اللي احنا قلناها فوق. يعني لازم يكون عنده شويه صفات كده هنقولها دلوقتي. اول حاجه جايدنج فيجن. يعني ايه جايدنج فيجن؟ اول حاجه هي الجايدنج فيجن. يعني ايه؟ يعني القائد دوت بيكون عنده رؤيه ايه؟ رؤيه للحاجه اللي انا عايز اعملها. انا عارف انا عايز اعمل ايه. effective leader يعني القائد دوت بيكون ايه؟ know what they want to do. يعني هو عارف هو عايز يعمل ايه. تمام. هو كمان بيكون شخصيته قوية. اول حاجة اللي هي guiding vision، بيقول ان القائد او الليدر دوت بيكون عارف هو عايز يعمل ايه، وبيكون عنده ثقة في شخصيته ان هو هيعرف يعمل ده، وهيعرف يواجه الصعوبات بتاعتها، وحتى هيعرف يواجه الفشل. تمام. فهو بيقول ايه؟
ان الافكتيف ليدرز نو وات دي وونت تو دو، هم عارفين هم عايزين يعملوا ايه وعندهم القوه ان هم يعملوا الحاجه دي. يعني هم واثقين ان هم عندهم القوه ان هو يعملوا الحاجه دي، وكمان يواجهوا مثلا الفيلير لو حصل مخاطر او حصل فشل او الحاجات دي كلها. تمام، دي كده بالنسبه لاول حاجه. طيب الافكتيف ليدر ان هو بيعمله يعني اتشيفبل جول، ان هو بيشوف الهدف ان هو ايه ويحاول ان هو يحققه يعني. تمام. طيب تاني حاجه الباشن، يعني ايه يعني الشغف؟ بيقول ايه؟ بيقول ان القائد بيكون عنده شغف، او ان هو بيكون واثق ان هو في نفسه ان هو هيعرف يعمل الجول ده او يعرف يعمل الهدف اللي هو عايزه. تمام، فهو ايه يعني بيؤمن بنفسه يعني زي ما بيقول. تمام. طيب وبيكون عنده يعني وجهة نظر، ودي بقى دايما بتكون إيجابية، دايما بيكون إيه، بيكون شايف إن هو لا أنا أقدر أعمل كده. تمام، يعني هو بيكون إيه they have a positive outlook on who they are، يعني هو عارف نفسه، يعني هو عارف أنا لا أنا أعرف أعمل كده. تمام، فهو واثق في نفسه and they love what they do، وكمان هو بيعمل الحاجة اللي هو بيحبها مش حاجة مجبر عليها أو كده. تمام. طيب integrity يعني إيه؟ يعني النزاهة. بيقول لك إيه؟ بيقول لك عشان خاطر يعني ايه النزاهة عامة؟ بيقول لك ان انا كليدر عارف النقط بتاعت القوة بتاعتي ونقاط الضعف بتاعتي. تمام، فانا لو في حاجة مثلا اتعرضت عليا بس انا ضعيف في الحاجة ديت انا هرفضها، لان انا مؤمن ان انا مش هعرف اعملها. تمام، او وانا لازم طبعا لو قلت حاجة اعملها ان انا اوفي بالوعد بتاعي واعمل الحاجة ديت، لكن انا مثلا حاجة انا ضعيف فيها انا عارف نفسي ان انا مش هقدر اعملها فاقول عليها لا. تمام، دوت كده بالنسبة لايه للانتجريتي. تمام، بيقول لك بيكوز زي نو هو زي ار، لان هم عارفين هم مين. الافكتيف ليدر يعني هو بيتكلم عن الافكتيف ليدر، هم بيكون اوسو اوير اوف ذير ويكنس، هم عارفين نقطة الضعف بتاعتهم. زي اونلي ميك بروميس زي كان فولو ثرون، يعني ايه هم بس بيعطوا وعد ان هو يعمل الحاجه دي لحاجه هو متاكد ان هو هيعملها. تمام، ده اوكي بالنسبه للانتجريتي. الهونستي بقى اللي هي الامانه، لازم يكون شخص امين. تمام، سواء كان في حياته الشخصيه او حياته العمليه. تراست، ان الليدر دوت لازم يخلي الناس اللي هم بيحبوه او الجروب اللي هو بيتعامل معاهم يثقوا فيه. تمام، يثقوا فيه ازاي؟ يعني يثقوا ان هو شخص كويس، يثقوا فيه ان هو يعني ان هو ينوب عنهم، ان هو ياخد قرارات عنهم، لان هم عارفين ان هو عايز لهم الافضل. ماشي. طب ايه كمان؟ الكيوريوسيتي اللي هو الايه الفضول، يعني ان الليدر دوت لو داخل مثلا مشروع او حاجه يعني او هيعملوا حاجه لازم يكون عارف كل حاجه عنها. تمام، هم بيتحبوا ان هم يتعلموا. طب ليه هو بيحب كده؟ بحيث مثلا لو انا مثلا في العضو وعايز اساله على حاجه، هو كليدر ما ينفعش يقول لي ما اعرفش، اكيد مش انا اللي اعرف، هو لازم يكون على درايه او على علم اكتر مني. تمام. طيب الريسك اللي هي الايه اللي هي المخاطره. قلنا قبل كده ان الليدر بيحب المخاطره، مش بيحبوها قوي يعني، لا هم عادي ممكن يواجهوها، او لو في مثلا حاجه يعملوها فيها نسبه مخاطره تمام عادي ممكن مش يعني ممكن يمشوا فيها يعني، بس قبل ما يعملوا كده هم بيحسبوا نسبه الخطر، بيحسبوا بيكالكوليت الريسك. تمام، ليه بقى؟ عشان خاطر يشوفوا لو مثلا هيعرفوا يعملوا دوت او لا. ماشي، وكمان طب افرض خلاص بقى يعني طلع عن حسبانهم وخلاص وقعوا في غلط معين او حصلت مشكله معينه، هم بيتعلموا من الغلط ده. تمام، بحيث ان هو لو حصل حاجه تانية يكون مثلا ايه هم بيتعلموا من غلطهم يعني. تمام، مش مثلا مش يقول لا انا غلطت وبتاع ويتخاذلوا وتكاسل بقى ويدخلوا في اكتئاب وكده، لا هم طالما الغلط بيتعلموا منه. طيب الديديكيشن اللي هو الايه اللي هو التفاني او الاخلاص، بيقول ان الليدر بتاعنا دوت يعني بيحب العمل بتاعه جدا، الديديكيشن دوت ان التفاني او الاخلاص، ان الليدر بيكون شخص بيحب الشغل بتاعه وبيحب ان هو يكون بيحب المسؤوليه وبيعمل فيه بكل جديه، بحيث ان هو ايه يكون قد ثقه الناس اللي هم موليين، ويعني ان هو يكون قائد عنهم او ان هو بيتكلم بالنيابه عنهم يعني. تمام، قلنا الكاريزما، كنا قايلينها برضو في صفات الليدر. الكاريزما دي بقى هي اكتر صفه بتكون صعبة، وبتكون صعبة ان انت تحققها او ان انت تكتسبها. تمام، ليه؟ لان الشخص الكاريزما زي ما احنا بنقول هو يعني
ان هو بيكون شخص بيكون شخص محترم، بيكون شخص كمان الاتباع بتاعه بيحبوه، يعني مثلا مش بيكون متكبر عليهم او حاجة، لا ده هما بيحب يهزر معاهم وان هما كمان بيحبوه وبيحترموه، تمام؟ فكل ديت حاجات بتكون موجودة في الشخص ده، ماشي. طيب اخر حاجة الليسنينج. هو في ناس هتقول ايه ده، هو عادي قائد يسمع مني انا؟ يعني هو دي صفة مهمة جدا ان هو يسمع منك، تمام، لانه ممكن يعني اصلا القائد الكويس يعني لما بيسمع من الناس اللي حواليه ممكن تكون افكار جديدة هو مش في دماغه، فلما انت تقولها هو هيستفيد اكتر، تمام. تمام، طيب احنا كده اتكلمنا على الليدر واتكلمنا على الصفات بتاعتهم والسكيل والحاجات دي كلها. طيب عايزين هنتكلم بقى دلوقتي عن الليدرشيب ستايل. الايه يعني ايه؟ يعني الطريقه، ستايل يعني الطريقه مثلا اللي ايه اللي الليدر دوت هيمشي عليها. هو احنا عندنا كام طريقه؟ احنا عندنا 5 طرق، تمام. فكل ليدر بيمشي على الطريقه اللي تناسب الموقف وتناسب الهدف اللي هو عايز يوصله والوضع اللي هو موجود فيه، تمام. والكلام ده هنعرفه دلوقتي. اول حاجه انا عايز اعرف يعني ايه الليدر شيب ستايل اصلا. الليدر شيب ستايل ديت معناها هو المنهج اللي الليدر بيمشي عليه. طب هو ليه بقى؟ for providing the right way of the team، عشان خاطر اوفر طريق صائب يعني او صحيح للتيم بتاعي، وان انا كمان عشان خاطر اعمل ايه، ان هو ان انا يعني الخطط اللي احنا بنعملها عشان خاطر نعمل خطط، الخطط دي تكون كويسة وتكون افضل يعني افضل حل موجود، تمام. وايه كمان؟ وان انا احفزهم من خلال ايه بقى؟ من خلال مثلا ان انا اخد رايهم او الحاجات ديت كلها، تمام. يبقى الليدر ليدرشيب ستايل دوت از ابروتش، هو المنهج اللي الليدر بيمشي عليه. ليه بقى؟ فور بروفايدنج ذا رايت واي، عشان خاطر يضمن الرايت واي للتيم بتاعه. تاني حاجه امبلمنتنج البنالينج استراتيجي، عشان خاطر يشوف يعني الخطط اللي المفروض هم يعملوها. تالت حاجه موتيفيتنج بيبل، ان هو ايه؟ ان هو يحفزهم ان هم يشتغلوا على الخطط ديت او يعملوا البلان اللي هم عايزينها والحاجات دي كلها. طيب الليدر شيب ستايل انا عشان خاطر اختار الستايل بتاعي او اختار الحاجه اللي انا عايزه امشي بيها هعتمد على ايه؟ هعتمد على 3 حاجات. اول حاجه الاوبجكت، اوبجكتيف ذات نيد تو بي اتشيف، يعني ايه؟ يعني الحاجه اللي انا اصلا عايزه اعملها، الجول بتاعي ايه؟ حاجه كبيره ولا صغيره؟ هتحتاج مني وقت قد ايه؟ حاجه صعبه ولا سهله؟ تمام، دي اول حاجه. تاني حاجه الفولورز، المتابعين بتوعي، الناس اللي موجوده معايا في التيم، هم ناس فعلا متعاونين ولا ناس مثلا لا مثلا ممكن يكون فيهم سنه انانيه شويه ان هم عايزين الافضل ليهم، مثلا مش عايزين يشتغلوا كتير، عايزين راحه، الحاجات ديت كلها، تمام. ديت كلها حاجات هتاثر ان انا اختار الستايل اللي انا امشي بيه. تالت حاجه سيتويشن، الوضع اللي انا فيه، الوضع اللي انا فيه دوت ايمرجنسي ولا وضع عادي وبتاعه كده. يعني مثلا ايمرجنسي ازاي؟ مثلا لو حالة دخلت في المستشفى وقرست وبتاع، انا بقى لسه هقعد اتناقش مع التيم بتاعي نعمل ايه، ولا انا بنفسي ان انا هشوف الحالة ديت محتاجة ايه واعمل الحاجة المناسبة ليها يعني، تمام. تمام، ده كده بالنسبة لايه الثلاث حاجات، ان يعني عشان خاطر اشوف انا هختار انهي ليدرشيب ستايل. طيب بيقول ان احنا عندنا قلنا ان هما ايه 5. اول حاجة اللي هو ديموكراتيك واوتوكراتيك وليزي فير ومانجرال وكوليبريتيف. طب اول واحد اللي هو الايه الديموكراتيك، اللي هو الايه النظام الديمقراطي. طب انت احنا نعرف ايه عن النظام الديمقراطي؟ بيقول ان احنا عندنا هنا الديموكراتيك ستايل دوت، هو اصلا بالبلدي كده يعني ايه، هو ليدر، تمام، القائد بتاعي واعضاء، تمام، كل الاعضاء الموجوده بتقول الراي بتاعها، وفي الاخر الليدر دوت بيقول القرار بتاعه، تمام. تمام، فبالتالي كده هو نظام ديمقراطي في ايه؟ في ان انا خدت راي الناس اللي معايا، انا مش انا اللي عملت القرار لوحدي وقلت لا احنا هنعمل كذا، لا ده انا قعدت مع التيم بتاعي كل واحد شارك برايه. تاني حاجه اشتركوا وعملنا يعني قال كل واحد قال رايه يعني، بس في الاخر هو القائد هو اللي بيقول الراي بتاعه، تمام. فلما نيجي نقراها اول حاجه تيك انتو اكاونت اور اذر اوبينيون، ان انا اخدت في اعتباري راي الاخرين. تاني حاجه اللي هو الاي ريسبونسبيلتي اوف ديسيشن ميكنج از هيز اون، ان هو القائد دوت هو اللي بيقول القرار الاخير. تالت حاجه بقى ان هو سمح للاعضاء اللي موجوده معاه ان هم ايه، ان هم ديسيشن ميكنج، ان هم يعملوا قرار، يعملوا قرار يعني، تمام. وكمان ان هو ايه شاركهم المسؤوليه يعني، وان هم خلاهم يشاركوا في الاورجانيزيشن اللي هو ايه اللي هو عاملها، ماشي. طيب هو النظام دوت اكيد اي حاجه ليها عيوب وليها ايه
وليها مميزات. طيب المميزات بتاعته ايه؟ اول حاجه ان هو ايه، اننا ان احنا كلنا بنقعد مع بعض، كل واحد بيشارك في رايه، بنقعد نتكلم مع بعض، فبالتالي ده بيشجع الفريندشيب والجود ريليشن. انا علاقه العلاقه كويسه تمام بين سواء كان بين الممبر وبين القائد ذات نفسها، فكلنا مع بعض اصدقاء وبنحب بعض تمام. فدوت هيخلي ان انت في مكان مرتاح فيه، فهتعمل اقصى حاجه عندك ان المكان دوت يبقى احسن تمام. دي كده اول حاجه. people felt valued when their opinion or idea تمام، ان الناس يعني الاعضاء اللي انت خدت رايهم دولت بعد كده بقى بيحسوا بالتقدير، اللي هو ده اصدرني وخد الراي بتاعي وكده فاهم. فهم بيحسوا ان هم جزء من المنظمه، ده مش مجرد ناس شغاله وبتقبض وخلاص تمام. فده برضو ايه، هيخليهم ان هم يشتغلوا بشكل احسن. طيب الديس ادفانتج بقى، العيوب بقى بتاعته ايه؟ ان طبعا بصوا حاجة اسمها رضا الناس غاية لا تدرك تمام، يعني مش كل الناس هيبقى رأيها واحد، مش كل الناس هتقول نفس الحاجة. فبالتالي ايه، فبالتالي ان ممكن ان ال ان يعني مش كل الآراء اللي هتتقال ديت هتتاخد بيها ماشي. فبالتالي ايه، فبالتالي ان ممكن ناس قالت رأي وناس تانية قالت رأي، والليدر خد برأي مثلا مجموعة رقم واحد، فالمجموعة التانية بقى هتزعل. يعني مثلا ممكن يحصل ما بينهم بقى خلاف في كده، هو ليه خد المجموعة رقم واحد، فممكن يحصل ايه، فممكن يحصل خلاف ماشي، اللي هو ايه، اللي هو اجريمنت، اللي هو ايه، ويحصل فوضى والحاجات ديت كلها ماشي. ده هو كده اول حاجة. طب تاني عيب ايه، ان كل زي ما اللي هي قلناها برضو، ان مش كل الاراء شبه بعضها. فبيقول لك نوت التيزا فانش بقى، اول واحد نوت اول اوبينيون ان كوربتد ان ذا اورجانيزيشن، ممكن ان مش كل الاراء انا ينفع اخدها. تاني حاجه اف نو ريل ديسكشن اوف ايديا ويز ريزلتنج جنرال اجريمنت، ان ممكن يحصل خلاف تمام بسبب مثلا انا خدت راي المجموعه دي وما خدتش راي المجموعه دي ماشي. طيب فساعتها انا هضطر اعمل ايه، انا هضطر ان انا استخدم الاوتو كريتيك ليدرشيب. يعني ايه، هستخدم النظام الاوتوكراتي. ايه النظام الاوتوكراتي؟ احنا هناخده تحت، بس النظام الاوتوكراتي دوت يعني نبذة بسيطة كده، ان الليدر هو اللي هياخد القرار ومش هياخد رأي اي حد تمام، عشان خاطر ايه، عشان خاطر نفض الخلاف اللي حصل ده. طيب بيقول لي هنا when to use the democratic leadership style، امتى بستخدمه؟ او اول حاجه لما انا بكون عايز موافقه التيم على حاجه انا هعملها، اللي هو تيم اجريمنت از نيد، لما انا بكون محتاجه موافقه التيم. تاني حاجه ان هو يكون ايه، ان هو يكون ان انا عايز احفزهم او عايز اخليهم ملتزمين اكتر، او ان هم اصلا عندهم شغف والتزام تمام. تالت حاجه ان التيم اللي معايا دوت انا عارف ان هو عنده المعرفه والادراك والوعي الكامل ان هو يقدر يفيدني بحاجه تمام، مش مثلا ما لهمش علاقه بالموضوع، لا ده هم عندهم المعرفه الكافيه، وكمان ان هم ايه، ناس اللي هو سكيلفول تيم، يعني عنده مهارات برضه كويسه ان هي تقدر ان هي تساعدني. طيب امتى ان انا ما استخدمهوش لما احس ان انا اللي هعمله دوت هيكون مجرد تضييع وقت بس مش اكتر تمام. دوت كده بالنسبه للديموكراتيك ستايل. طيب تاني حاجه اللي هو الايه، اللي هو الاوتوكراتيك ستايل، ده بقى عكس الديموكراتيك خالص. الاوتوكراتيك ستايل دوت هو الليدر هو عنده السلطه ان هو يعمل اي حاجه تمام، بيعمل القرار، وممكن مثلا حاجه كمان نص ساعه، احنا كمان نص ساعه نروح كذا. طيب يعني وملكش الحق ان انت تقول ليه ما قلتليش او كده، لا هو الليدر اذن بكده فهو خلاص، وما يعني ومش ومثلا مش هيجي يقول لك احنا هنعمل كذا، لا هو مش بيقول تمام. يبقى اول حاجه ان هو بيكون هاف اول ذا باور، عنده كل القوه ان هو يعمل اي حاجه. تاني حاجه ميك اول ديسيجن، ان هو بيعمل كل القرارات اسفه. دونت تيل اني وان اباوت وات هي از دوينج، ما بيقولش لاي حد عن هو بيعمل ايه او هو عايز يعمل ايه. مينتين الاثوريتي، ان هو بيحافظ على السلطه بتاعته ديت بواسطه ايه بقى، بواسطه اربع حاجات: الفورس القوه، ان هو يكون اقوى منهم، البانشمنت العلاج ايه، العقاب، انا مش عارفه اتلخبطت ليه، العقاب ان هو يعاقبهم مثلا، يعني مثلا لو حد ما سمعش كلامه او اعترض او كده بيعاقبه، فبالتالي الناس التانيين هيخافوا ان هم برضو يخالفوا القوانين فيتعاقبوا. الريورد ان هو ايه، ان هو بيكافئهم، يعني مثلا سمع كلامه وكان كويس في شغله وكده فبيديله مكافأة. البوزيشن ان هو كمان بيكون ايه، مكانه ممكن ينقله المكان عالي لمكان ايه، لمكان اقل، او ممكن كمان مثلا لو ان هو الليدر دوت مكانه يعني مكانه كويس يعني، او عنده سلطة او كده، هيخاف ان هو يعرضه عشان مثلا ايه ما يأذيهوش تمام في حياته يعني تمام. ده كده بالنسبة لايه، الحاجات.
طيب ايه هي الادفانتج بتاعتها والديس ادفانتج؟ اول حاجه الادفانتج بتاعتها هي كويك، السرعه. السرعه ازاي؟ ان هو قال احنا هنعمل كذا دلوقتي، ولا بقى قعدنا ناخد راي كل الممبر اللي موجوده معايا، ولا قعدنا نتناقش ولا اي حاجه، لا هو قال القرار وخلاص. تمام. تاني حاجه نو ارجيومنت، مفيش خلاف. هو مفيش يعني اعضاء التيم مش هيقعدوا يعني يتجادلوا مع بعض وممكن توصل ما بينهم مثلا لخلاف او كده، لا هو مفيش، لان هو كده كده الليدر هو اللي حط الحاجه ديت او الحاجه اللي هو عايزها ديت، وما خدش راي اي حد تاني يعني. تمام. بروفايد ستيبل او ان هو يعني هي بي يعني هي النقطه ديت دليل ان مفيش خلاف، فبالتالي في استقرار. ماشي. دوت كده بالنسبه لي الادفانتج بتاعته. طب الديس ادفانتج بتاعته ايه؟ هي المساوئ بتاعته ان انا بكون محدد في فكر القائد ده، مفيش افكار جديده بتجيلي. يعني انا مثلا لما كنت باخد افكار من كذا منبر قدامي، فبالتالي كان عندي تنوع، كان عندي افكار مثلا ممكن ما تكونش جات على دماغي، بس حد قالها مثلا حفزني الفكره تانية او حاجه جديده. تمام. لكن هنا ديس ادفانتج ان هو ايه، بيقلل ان الديفرنت ايديا، ان هو ما يكونش عندي افكار جديده من ديفرنت بيبول، يعني لان هو القائد بس هو اللي بيقول الفكره بتاعته اللي عايزه تتنفذ واحنا المفروض ننفذها. ليه في فير ان هو طبعا ان هو بيسيب في الممبرز الموجود معاه ان هم بيكونوا خايفين منه. خايفين منه ليه؟ لان هو مثلا خايفين ان هم يتعاقبوا بسبب ان هم مش هيعملوا الحاجه بشكل مظبوط. فبالتالي ان الشخص اللي بيكون شغال دوت ما بيكونش شغال بقى بان هو حابب مكان العمل وكده يعني، فبيبتكر فيه وبيعمل حاجه حلوه وبتاع، لا هو بس مجرد ان هو عايز يخلص الشغل دوت علشان خاطر ما يتعاقبش. تالت حاجه ان هو ان هو بيكون نوت سبورتيف، يعني مش بيشجعني ان انا اعمل حاجه. كمان الريليشن بينه وبين سواء كان بين الممبر وبعضها او كان بين الليدر والباقي الممبر يعني ما بتكونش كويسه. تمام. اخر حاجه بقى اللي هي الايه، الكوميونيكيشن يوجوالي ان اونلي وان دايركشن. يعني لو اي حد عايز يتواصل مع المنظمه دي او المنظومه دي يتواصل مع المدير بتاعها بس، الليدر بس هو اللي يتكلم، ممنوع اي حد تاني من الممبر هم اللي يتكلموا ايه في الموضوع ده. فبالتالي الكوميونيكيشن كده بقى على واحد بس اللي هو الايه، اللي هو الليدر. تمام. تمام. طيب امتى بستخدمه لما اكون عايز مثلا اعمل قرارات سريعه، ان هو مثلا مش لازم موافقه، مش شايف ان موافقه التيم مهمه فانا مثلا هعمله. تمام. لما يكون ان انا عايز احكم لو مثلا شايف ان العلاقه بين الممبر مش كويسه او ان هو دايما فيه خلاف وكده، فانا لا، فبستخدم النظام دوت بحيث ان انا ايه، بحيث ان انا اكونترول المشاكل اللي بتحصل دي. تمام. طيب ما بستخدموش في ايه بقى؟ ما بستخدموش ان انا هلاقي بقى الموظفين او الممبر بتوعي ما بقوش بيحبوا، يعني ما بقوش بيعملوا الحاجات اللي انا بقولها. تمام. ما بقوش بيعملوا الشغل بطريقه مظبوطه، اللي هو employees can't question decision، ما بيتكلموش على القرارات والحاجات ديت كلها. وكمان ايه، ما بيقولوش اي اقتراح. يعني مثلا لو في مثلا وقت خلاص هو محتاج ان هو اقتراح منهم، هم لا ما بيتكلموش خالص. تمام. ده كده بالنسبه للاوتو كريتيك ليدرشيب. نيجي بقى للتالت دوت بقى ايه، هو في الستايل دوت الليدر يعني زي ما بنقول كده موجود ومش موجود. تمام. هو ايه، هو ليدر واسمه ليدر، القائد بس هو بيعمل حاجات تدل انه ليدر، لا هو بس مجرد ان هو موجود. ماشي. طيب يعني ايه برضو مش فاهم، هو ديت معناه ايه اللي هو الحريه، مديك حريه زياده قوي حتى باين من العنوان. فهو ايه، فهو بيديك كل الحريه ان انت تقرر الطريقه اللي انت عايز تشتغل بيها. يعني مثلا يجي ياخد رايك، ايه رايك نعمل حاجه كذا، فيقول له لا ده انا مش عاجبني، ده احنا مثلا ممكن نعملها بالطريقه دي كذا كذا كذا، خلاص تمام اللي انت شايفه اعمله. تمام. فهو بيديك كل الحريه ان انت تقرر الحاجه اللي انت عايز تعملها وكمان بالطريقه اللي انت عايز تعملها. تمام. طيب هو دوت حلو، هو حلو يعني حلو في ايه، في ان هو بيخلي اللي قدامي عايز بقى، يعني بيقول مثلا ايه ده الليدر اداني لازم اكون قد ثقته والكلام دوت، فلازم ان انا اكون ايه مبتكر، او ان انا احاول ان انا ابقى كرياتيف عن الطبيعي يعني عشان خاطر اعجبه وكمان يعمل كده معايا مره تانية يعني. تمام. دوت كده يعني. طيب
انا امتى بستخدمه بقى؟ يعني زي ما احنا متعودين قلنا فوق كده بستخدمه في حاجات معينه، ده برضو بستخدمه في حاجات معينه. ايه هي؟ ان انا لو انا شايف التيم بتاعي متعاون معايا بشكل كبير جدا، لو انا شايفهم هم فعلا حابين المنظومه اللي بيشتغلوا فيها وحابين ان هي تكبر، ويعني حاسسهم كلهم ليدر في نفسهم كده، فانا تمام، انتوا ليكوا كامل الحريه ان انتوا تعملوا الحاجه اللي انتوا عايزينها بالشكل اللي انتوا عايزينه. تمام. لما يكون ايه؟ لما يكون كمان الممبر اللي معايا فاهم وقادر يحلل الموقف اللي انا موجود فيه، يعني هو able to analyze situation. لما نكون مثلا في مشكلة معينة والاقي حد من اللي شغالين معايا فاهم الموقف بصورة حلوة جدا وعمال يقدم لها حلول وبتاع، فانا اقول له انت اتصرف، يعني انت فاهم الموقف بصورة حلوة جدا فانت كمان ايه اتصرف. تمام. ايه كمان؟ لما يكون بيني وبين الموظفين دولت كل الثقة، يعني ايه انا واثق فيهم 100% كأنهم انا، زي ما احنا قلنا فوق ان هما بيكونوا متعاونين مع بعض، بيكون هو فاهم الدنيا كلها، بيكونوا اصلا ناس عندهم المهارة الكافية ان هم يتحطوا في الموقف دوت. يعني قلنا ايه من الاخر كده كلهم بيبقوا ايه؟ بيبقوا ليدر. تمام. وكمان مثلا ان هم ايه مش محتاجين استشاره مني، يعني مثلا مش عايزين مثلا حد يراقبهم، الكلوز مونترنج ان حد يقعد يراقبهم ويشوفهم وكده، لا هم مش محتاجين كده. تمام، هم اصلا عارفين هم بيعملوا ايه. طيب امتى بقى ما استخدموش؟ لو انا مثلا الموظفين اللي معايا اصلا لو انا عملت لهم كده او سبتهم او خليت ان انا اعمل الموضوع دوت بس ما لقيتش انتاج في الاخر، بور productivity. تمام. تاني حاجة ان هم اصلا ناس عاديين ما عندهمش شغف ولا ابتكار ولا الحاجات دي. تمام. ان هم ناس مش خبرة، يعني ناس اصلا مش قادرة تحلل مثلا اي موقف من اللي احنا تعرضنا فيه، ساعتها مش هينفع ان انا اديهم ان هم يبقوا ليدر معايا. تمام، فساعتها ما ينفعش ان انا استخدم الستايل ده. طيب نيجي بقى لرابع واحد اللي هو الايه؟ managerial leadership، اللي هو نظام ايه؟ نظام القيادة الإدارية. تمام. طيب عايزين نتكلم عليه بالراحة كده بالعربي الأول بعدين نقرأ الكلام المكتوب. هو بيقول لي ايه؟ هو عبارة عن منظمة. المنظمة ديت يعني بصوا كده اللي بيحصل فيها دوت انا ماليش دعوة بيه، سواء كان بيمشي بطريقة حلوة او بطريقة وحشة، سواء المكان اصلا كويس او لا او اي حاجة، لا انا اهم حاجة عندي الشغل بيطلع مظبوط ولا لا، الشغل بيطلع بالطريقه اللي انا عايزها ولا لا، بتطلع بالكميه المناسبه ولا لا. تمام. طيب فهو القصد دوت كده اللي هو running organization، هي عباره عن organization شغاله. تمام، ماليش دعوه بقى باي حاجه بتحصل جوه ولا اي مشكله، where it is going isn't an issue، مفيش اي مشكله او اي حاجه، يعني as long as it gets there is a good shape، طول ما هي شغاله طول ما هي بشكل مناسب. تمام. طيب pay attention to relationship، بالنسبة بقى طب العلاقة بين الستاف وكده عاملة ازاي؟ هما بيحافظوا ان العلاقة بين الستاف تكون كويسة بس في حدود العمل بس. تمام، ان عشان ليه بقى؟ يعني مثلا يعني هيكونوا احنا عارفين بعض وبنتعاملوا كده بس في حدود العمل، يعني مثلا مش ايه مش مثلا مش نقعد نهزر، مش هنبقى اصحاب، مش حاجات دي. طب ليه اصلا؟ عشان خاطر الشغل بتاعي يمشي بطريقة smooth، وان هو يكون ايه يمشي بطريقة منظمة شوية. ماشي. طيب بالنسبة بقى للإنفراستراكشر، ان انا ايه البنية التحتية للمنظمة ديت لازم اكون على وعي بيها، لازم اعرف ان القوانين اللي ماشية، مثلا الادوات شغالة بطريقة كويسة ولا لأ، الموظفين بيتعاملوا بطريقة كويسة ولا لأ، ايه الحاجات اللي دخلت ايه الحاجات اللي خرجت، بكون على دراية باي حاجة بتحصل جوه الايه جوه الاورجانيزيشن دي. طيب بيقول لي بس عندي، يعني هو ممكن في ناس بتختلف اذا كان دوت حاجة حلوة او حاجة وحشة، بس اللي كلنا هنبقى متفقين عليه ان هو ناس كلها شغالة وناجحة في شغلها بس من غير ما تحس ان هي ناجحة، هي مجرد آلات بتشتغل. فهو بيقول لك هنا good management without clear vision، يعني ان انا good management في الموضوع ماشي بشكل كويس بس ما فيش رؤية واضحة، الموظفين شغالين دول مش عارفين هم شغالين ليه، ما عندهمش شغف مثلا، ما عندهمش ان هم مثلا شغالين عشان خاطر نطور الشركة والحاجات دي، لا هم بس مجرد ان هم شغالين. بيعمل ايه بقى؟ create organization، بيعمل لي مؤسسة فعلا ومنظمة بتكون كويس بس without sense of purpose، يعني بحس بس ايه بدون احساس ان انا ماليش لازمة، ان انا شغالة وخلاص. تمام، دوت كده ايه بالنسبة للmanagerial leadership. طيب اخر واحد بقى اللي هو الايه الكولابريتيف ليدرشيب، من اسمه كولابريتيف يعني تعاوني. بيقول لك ان احنا عندنا في النظام في الستايل دوت everyone involved in the organization leadership،
يعني كل واحد موجود في المنظمة ديت ليه دور، او ان هم كلهم بيكونوا متعاونين مع بعض، كل واحد ليه دور تمام في القيادة في المنظمة اللي هم شغالين فيها دي. طيب القرار اللي هم بياخدوه بناء على ايه؟ بياخدوه بناء على حاجتين. اول حاجة عملية بيتناقشوا فيها بكل تعاون مع بعض، وبعدين ناخد القرار ازاي، يا اما بالاغلبية يعني مثلا 90% منهم موافق على قرار فبناخده، او ان كلهم بيكونوا متفقين على قرار واحد. طيب ايه الادفانتج والديس ادفانتج بتاعته؟ قالك اول حاجه الادفانتج بتاعته ان زي ما احنا قلنا ان الممبر هو بيكون حاسس ان هو مسؤول عن المنظمه ديت، فبيحاول ان هو يبدع فيها بايه، كرييتنج ديسيجن، بيقول افكار جديده. تاني حاجه ريفلكت الكونسبت اوف ايكواليتي، ان هو بيعكس روح المساواه اللي هي بتكون موجوده ما بينهم، ان هم كلهم بيحبوا بعض، كلهم عايزين ان المنظمه ديت تقوم، مفيش حد فيهم عايز يكون احسن من التاني. ريموف ديس تراست، ان هو بي او ان ان ستاف وكده، بين يعني الايه، بين الاستاف والاداريين، بيشيل عدم الثقه ما بينهم، كلهم واثقين في بعض، كلهم واثقين ان غرضهم واحد، وكلهم واثقين ان هم بيحبوا بعض، ما حدش عايز يبقى احسن من التاني. بيقول لي ان الكولابوريتيف ليدرز ان هم فاستر كلوز ريليشن، او ان هم بيكون علاقتهم كويسه جدا ما بين الاستاف، الليدر بيكون علاقته كويسه بين الاستاف، ودوت ايه بيحفز ان هو ايه التواصل ما بينهم بيكون كويس، سواء كان بخصوص الشغل او بخصوص الحاجه اللي هم ايه اللي هم بيعملوها ديت. كده بالنسبه للمميزات بتاعتها. طيب الديس ادفانتج بتاعتها بقى، قالك هي ممكن ايه، ممكن هم متفقين كلهم على قرار، بس القرار دوت مش هيكون في مصلحه المنظومه اللي انا بشتغل فيها تمام، يعني مش هيكون في مصلحه، يعني هم بس مختارين القرار دوت عشان خاطر هم كلهم موافقين عليه، لكن هو هيفيد المنظومه لا تمام. فهو بيقول لك مانجمنت كان بي نيجلكتد، ان هو ممكن يهمله اصلا الموضوع دوت في سبيل بيلدينج كولابوريتيف اورجانيزيشن، ان هم يكونوا متعاونين بس ملوش دعوه بقى بالاداره والحاجات دي تمام. دي كده اول حاجه. تاني حاجه كولابوريتيف ميكينج بي اكسترا انسفيشن ديس اجريمنت تمام. بيقول لك ان احنا عندنا هنا ممكن ان هو يحصل مشكله كبيره جدا ما بينهم تمام، يعني مش على طول حياتنا بتكون من غير خناقات، لازم يكون فيها خناقات، فلو حصل مشكله ما بينهم هم ممكن يقعدوا ساعات متواصله، وطبعا لان هم متعاونين وان هم علاقتهم كويسه مع بعض، فان انت لما تيجي تحل المشكله دي هتاخد منك وقت طويل، فدوت ايه ان انا يعني باخد وقت من وقت المنظومه او الوقت المفروض ان انا اشتغل فيه بان انا احل الخلافات دي تمام. تمام طيب كده خلصنا ايه، كده خلصنا اللي هو الخمسة ستايل اللي احنا قلنا نتكلم عنه. بيقول لي ان انا امتى اختار الستايل المناسب، بختار الستايل المناسب على حسب حاجتين، ان الستايل بيختلف على حسب اتنين، اللي هو الايه الديفرنت تايب، الوقت مختلف، والبروبوز الغرض بتاعي، الغرض بتاعي انا عايزه ايه، هو حاجه سهله ولا حاجه صعبه كده يعني تمام. دولت الحاجتين اللي انا ايه بختار منهم الستايل، او على اساسهم بختار الستايل بتاعي. طيب بيقول لك ان امرجنسي، لو في حاجه طارئه، قلنا ان احنا ساعتها ازنت سجست جروب ديسيجن، مش بشجع ان احنا نعمل جروب، لا ده هو شخص واحد ياخد قرار بسرعه لان الوقت ايه مش محتمل تمام. تمام دوت كده في حالات الايه، في حالات الطوارئ، يعني مثلا مش مثلا حاله هتموت مني وانا لازم اجمع، زي ما احنا قلناها برضو ان انا اجمع الناس وان انا الدكاتره يعني خاطر اشوف قرار، لا انا لازم ان انا اخد قرار بسرعه على خاطر الحاله ديت يعني هتكون موجوده، لو استنت اكتر من كده هتموت يعني، ففي الحاله ديت لا هو واحد بس بياخد القرار تمام. طيب بيقول لي ايه بقى الليدر شيب ستايل دوت بيعتمد على ايه؟ الليدر شيب ستايل دوت بيعتمد على 4 حاجات. اول حاجه الليدر شويس، اختيار ان هو ان الليدر دوت ليه الحق ان هو يختار الطريقه اللي هو عايز يقود بيها، يبقى الليدر شويس ان هو اختياره، انا عايز مثلا لا انا بحب الاوتوكراتيك، ما بحبش حد يقعد دماغي مثلا من كتر القرارات بتوتر وكده، فانا هختار دي. مثلا في واحد تاني يقول لك لا انا بحب استفاد بافكار الناس التانيه، فهيستخدم الايه الديموكراتيك. واحد تاني بيحب لا انا ما بحبش اشتغل لوحدي وان انا اخد القرار لوحدي وكده، فهستخدم ايه كولابريتيف ستايل. طب واحد تاني بقى يقول لك ايه انا بيحب اللي هو ايه بيحب يقوم بدور المانجر اللي هو الايه المدير، فهيقوم يعمل ايه، فهيقوم جاي شغال بالمانجريال ريليشن ريليشن اللي هو الليدرشيب قصدي ستايل يعني تمام.
طيب الليدر اون تالنت، الموهبه بتاعت الليدر ده هو شاطر في انهي حاجه؟ هو لوحده اصلا ما شاء الله يعني ممكن ياخد قرار بالنيابه عن المجموعه لوحده من غير اي حد هيكون مناسب، فكده يشتغل بالاوتوكراتيك. لو هو مثلا لا بيحب بيجمع من افكار الاخرين ويعمل بيهم فكره تانية خالص بس مستوحاه منهم، فده هيشتغل بالديموكراتيك، فبرضه بيكون على حسب ايه اختياره. تمام. نيد اوف اورجانيزيشن، الاورجانيزيشن محتاجه ايه؟ يعني مثلا كل الصف اللي موجود في المنظمه دلوقتي على خلاف مع بعضه، تمام، او في مشاكل يعني، ساعتها انا هستخدم ايه؟ المانجيريال ريليشن، قصدي ليدرشيب ستايل. ليه بقى؟ لان انا لازم اكون هقول لهم يعملوا ايه بالظبط، مش عايز منهم تعاون ولا عايز منهم ان هم يقولوا لي قرارات ولا عايز منهم اي حاجه. تمام. طيب الاورجانيزيشن جول وميشن، المهمه اللي انا عايز اعملها ديت هتحتاج مني ايه؟ هتحتاج مني افكار ولا هتحتاج مني سرعه ولا هتحتاج مني ايه بالظبط؟ تمام. ده كده بالنسبه لايه؟ الحاجات اللي انا هعتمد عليها لما اجي اختار الليدرشيب ستايل بتاعي. طيب هو الليدرشيب تشالنج هاو تو كوب ويز، بيقول لك ايه هي المشاكل او التحديات يعني اللي بتواجه الليدر ده. هو عندنا 3 حاجات: external، مشاكل جاية من بره، تمام، internal يعني من ال personal character بتاعة الليدر ذات نفسه، الشخصية بتاعته، او جاية منين؟ جاية من الليدرشيب ذات نفسها، المجموعة يعني ذات نفسها. تمام. اول حاجه هنتكلم عنها اللي هي الاكسترنال تشالنج، يعني ايه؟ يعني مشاكل جايه لي من بره، جايه لي من بره مثلا سواء كان من مواقف انا بتعرض لها او من اشخاص، تمام، بتعامل معاه. طيب هي ممكن تكون شبه ايه؟ ليك اوف الفاندنج اند اذر ريسورس، الموارد بتاعتي بدات تقل، ما عنديش مثلا الفلوس اللي معايا قليله ديت كلها، فلازم افكر في حل تاني. تمام. تاني حاجه سوشيال او ايكونوميك او بوليتيكال فورس كان افكت اور اورجانيزيشن، ممكن قوه من بره بتاثر على العمل بتاعي، يعني مثلا لو حاجه انا عايزه اعملها بس مثلا الوزير مثلا مانع الحاجه ديت ان هي تتعمل، ساعتها انا مش هقدر ان انا اعملها. سوشيال اجتماعيه مثلا في حاجات لو في قريه او مثلا مش متعارف عليها وانا عايزه اعمل المشروع دوت في القريه ديت، فبرضو الموضوع دوت الموجودين مش هيوافقوا ان المشروع دوت يتعمل، فديت كده قوة من بره اثرت على القرار اللي انا عايز اعمله فما عملتوش. طيب بيقول لي ازاي بقى انا هتعامل مع التحديات اللي هي الايه اللي هي جايه من بره ديت. اول حاجه كنا قلناها قبل كده ان هو الليدر دوت لازم يكون برو اكتيف، لازم يكون حاسب حساب ان هو ممكن يحصل مشكله زي ديت فيكون مفكر لها بحل تاني. تاني حاجه ان هو يكون كرييتيف، ما يفكر بره الصندوق، يعني ايه؟ يفكر في حاجات جديده ما اتعملتش قبل كده، يبعد عن الطريقه التقليديه. تمام. فيس كونفليكت اند ريسولف ات، ان هو ما يهربش من الصراعات اللي بتواجهه او المشاكل اللي بتواجهه، لا هو لازم يقف ويشوف الموقف ويحلله ويحاول ان هو ايه يصلحه، فبالتالي هيكتسب خبره من الموضوع ده. تمام. طيب ايه كمان؟ كرييت ميكانيزم تو ريفيو يور فيجن، تمام، اللي هو ازاي؟ ان هو اعمل ميكانيزمات او اعمل حاجات عشان خاطر اوضح وجهة النظر بتاعتي. تمام. عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ان انا مثلا اعمل ميتنج، عن طريق ان انا اللي هي اتواصل مع الناس وكده. تمام. بس اهم حاجة ان انا اقدر اوصل وجهة النظر بتاعتي. تشير ذا بيردن، اللي هو ايه؟ اللي هو ما اكونش شايل هم كل المنظومة على دماغي، لا لو انا فضلت كده انا تمام ماشي، بس هيجي وقت وانفجر فيه، هيجي وقت واتعب، فبالتالي مش هقدر ان انا امشي بالطريقة اللي انا ماشية بيها على طول، فبالتالي لازم ان انا المهمات ديت اتقسمها مع الناس اللي معايا، يعني المساعدين بتوعي، الممبر ذات نفسهم لازم يكونوا موجودين معايا في كل المشاكل اللي بتحصل عشان مشيلهاش لوحدي، فبالتالي يجيلي وقت وانتكس فيه فمش هقدر ان انا اقوم تاني. تمام. فخير الامور الوسط يعني. طيب make sure you have a personal time to improve your creativity، لازم ما يكونش حياتي كلها شغل في شغل، ما يكونش ال 24 ساعة قاعد بشتغل، قاعد بفكر في المنظومة، قاعد بشوف هو انا لو عملت كده ايه اللي هيحصل، لان دوت اكيد هيجي وقت برضو واتعب، فبالتالي مش هقدر ان انا افكر، فلازم يكون عندي كده وقت فراغ ان انا اقعد فيه عادي بعيد عن الشغل وبعيد عن كل حاجة، ممكن افكر في كل حاجة، ممكن برضو افكر في افكار جديدة وحاجات كتيرة جديدة، بس وانا رايق يعني اللي هو افصل يعني. تمام. دي كده بالنسبة لي الاكسترنال تشالنج. طيب الانترنال تشالنج من اسمها حاجة داخلية، ديت حاجة من جاية من الليدر ذات نفسه، جاية من مشكلة جاية من الليدر ايه ذات
نفسه. يعني ايه من الليدر ذات نفسه؟ ازاي يعني من الليدر ذات نفسه؟ ان هو مشكله عنده مشكله في الشخصيه، ان هو ما عندوش كل الصفات اللي بيتمتع بيها اي ليدر. تمام. طيب اللي هو ايه البيرسونال كاركتر ذات انترفير ويز ابيليتي تو ريتش جول. مش احنا قلنا عشان خاطر تبقى ليدر كويس في بعض الصفات لازم تكون عندك؟ انا بقى مش عندي مثلا معظم الصفات دي، تمام، فدوت هيأثر ايه؟ هيأثر عليا. طيب ازاي اتعامل معاها؟ اتعامل معاها ان انا listen to people. قلنا ان هو good leader good listener، ان هو ايه الليدر الكويس هو بيحب ان هو يستمع للناس، بيحب يشوف افكارهم الايديا والبلان والخطط والرأيهم. تمام. فبالتالي دوت ايه ان انا مثلا لو مش انسان كرياتيف فانا هيبقى عندي افكار جديدة جاية من ناس مختلفة، فهيحسن النقطة دي عندي. تمام. او لو انا عندي نقص في الحتة ديت فانا اعوضه من كده. تمام. تاني حاجة ask for feedback and help، ان انا اعمل كده وبعدين ابدأ ان انا اسال الناس هو طب ايه يعني اخد رايهم، يعني اللي انا عملته ده صح طب غلط طب ايه الصح في كده. تمام. ان هو اتشارك معاهم واطلب منهم كمان مساعده لو انا احتاجت. تمام. طيب كده خلصنا الايه اللي هي الانترنال تشالنج. ايه هي بقى التشالنج الارايزنج فروم الليدرشيب؟ ازاي يعني ايه هي المشاكل اللي هتواجهني من القياده نفسها بقى؟ قالك اول حاجه مثلا ممكن يكون ليدر كويس وعنده افكار كويسه وخطط وكل حاجه، بس مش قادر ينفذها، مش عارف ازاي ينفذها. مثلا لو قابله موقف هو عارف ازاي يحل الموقف، بس في نفس الوقت ان هو ايه طب ابدا بايه الاول؟ تمام. اللي هو التوتر او ان هو بيكون حاسس ان هو تايه او مش عارف كده. دوت بسبب ايه؟ بسبب ان هو ما عندوش خبره، يعني الاكسبيرينس عنده مش موجوده. تمام. فبالتالي ايه نقص الخبره ديت مش هيخليه عارف ان هو ازاي يشتغل في الموقف دوت، هيخليه يغلط مره واثنين وثلاثه. فانا عشان خاطر اتغلب على المشكله ديت ممكن اجيب ناس صاحبه خبره ان هي تقعد تعلم الناس اللي هي ايه المساعدين بتوعي مثلا هيمسكوا من بعدي. فبالتالي ان انا ايه ابدا اعلمهم ان هم ازاي يكونوا ليدر كويسين، يعني عشان خاطر لما يمسكوا المنظمه تفضل ايه تفضل كويسه بس يعني. تمام. ديت اول حاجه اللي هي الايه الاكسبيرينس. طيب تاني حاجه كرييتنج تيم يونيتي، ان انا ايه ان انا لو التيم بتاعي مش متعاون مع بعضه او مش بيتعامل كوحده واحده، ساعتها برضو مش هوصل للنتيجه اللي انا عايزها. فلازم ان انا بيلد يونيتي، ان انا ابني الوحده بين التيم بتاعي عشان خاطر يشتغلوا بايه بطريقه افكتيف شويه، ان هو عشان خاطر work effectively. تمام. تمام. اخر حاجه بقى ايه facilitating open communication، اللي هو ازاي ان انا اعرف ازاي اتكلم مع الناس بصفه بطريقه ودوده، ان انا اكون متواضع مش متكبر، اعرف ان انا اتكلم معاهم اخليهم يتكلموا معايا ويهزروا معايا بس ما يتعدوش حدودهم. اللي هو ايه مش ما يتعدوش حدودهم، ان انا ما افقدش السلطه بتاعتي، ان هو مش لدرجه مثلا ان هو ايه يتعدى حدوده، يعني اللي هو ايه لازم اكون محافظ على الكاريزما بتاعتي. تمام. انا ههزر معاهم بس في حدود علاقتنا او في حدود ان احنا نكون علاقتنا كويسة مع بعض. تمام. كده المحاضرة خلصت، ويا رب اكون شرحتها بشكل كويس يعني وكون استفدته. ولو حد احتاج حاجة يعني يبعت لي وانا اشرحها له تاني في ريكورد او اي حاجة، يعني ربنا يوفقكم.